بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن عنزي معكم موقع xq55.net. قدم طريقة تحديث الهواء لجهاز HTC One X. هذا التحديث يكون من خلال الدعم الهوائي لجهاز HTC One X من خلال سيرفرات HTC. يكون عادة التحديث بإظهار إشعار في الأعلى أو اختار بأنه يوجد تحديث لجهازك، لكن في حال عدم تواجد هذا الإشعار اذهب للتالي: اذهب لإعدادات أي Setting، ثم حول About، ثم تحديث البرنامج System Update. يوجد لديك علامة صح على أول خيار بأنه أريد الفحص أو المجدول أو تلقائي. اضغط على التحقق الآن. أرجو أن يكون التحقق من خلال شبكة الـ 3G أو شبكة الـ H، يعني من خلال الشبكة. الآن التحديث كالتالي: وزن التحديث هو 35.3 ميجا، معتمد من HTC، وممكن تحميل هذا التحديث من خلال واي فاي أو من خلال اتصال انترنت. أنا سأحدث من خلال اتصال انترنت. يوجد بعض الأخطاء في حين التحديث عبر الواي فاي للتحقق، أي أنه عند الرجوع مثلا والضغط على التحقق الآن وأنت على شبكة واي فاي قد لا يعطيك تحديث، لأن هذا التحديث من خلال سيرفر، أي على حسب مزود الخدمة لديك. عموما سأضغط من جديد تحقق، ستجد بأنه سيعطيني أوكي. قبل قليل قد جربت من خلال واي فاي ولم يعطيني 3-4 مرات وعمل ريستارت، ظننت بأنه يوجد خلل بالجهاز. عموما اضغط الآن على التحميل، جاري تحديث أو جاري تحميل. ستجد شريط بالأعلى يبين عدد وزن التحميل على حسب الوزن، الآن 2%. هذا التحميل يعتمد على سرعة الانترنت لديك العادة، ولكن لا تستغرب إذا كانت سرعة الانترنت لديك عالية والتحميل بطيء، فهو أيضا يعتمد على سرعة سيرفر HTC، وسيرفرات HTC عادة بطيئة باستثناء تحميل أمور أساسية مثل HTC Sync أو الرومات التي تحمل من سيرفراتهم من خلال الكمبيوتر ليس من خلال الهاتف. تحميل هذا يحمل رقم 1.2.9 1.2.9 وأرقام بالنهاية سأذكرها. هذا التحديث نسخة للنسخة العربية الرسمية الموجهة للشرق الأوسط، أي أن الأجهزة غير شرق أوسطية أو غير موجهة للشرق الأوسط لن تحصل على هذا التحديث، بل ستحصل على تحديثات خاصة بنسخها. إذا كانت نسخة أجنبية ستحصل على نسخة أجنبية، نسخة بريطانية ستحصل على نسخة بريطانية، وهكذا. هذه النسخة فقط للنسخ العربية. كيف أعرف أن الجهاز نسخة عربية؟ من خلال الصندوق. عادة يتم كتابة كلمات باللغة العربية على الصندوق نفسه، هذا يدل على أن النسخة لديك عربية، أو رقم السيريال ستجده متواجد لدى موزعين HTC الرسميين أو الوكيل الرسمي في الشرق الأوسط دبي. بخصوص التحديثات، كيف يتم تحديث الجهاز من خلال أو بدون تواجد انترنت؟ يمكن تحديث الجهاز بدون تواجد انترنت بالحصول على الملف والذهاب لفاست بوت والتركيب من خلال أوامر الرن أو التركيب من خلال وضع الجهاز والذهاب للريكفري. هذه على النسخة الرسمية، أي أنه بدون وضع ريكفري مود أو كلوك وورك مود أو روت أو أي شيء، هذه نسخة رسمية بدون روت. في حال تواجد روت لديك سيعطل التحديث الهوائي، وهذا أمر طبيعي، وقد شرحت طريقة تركيب أو طريقة حذف الروت وحذف وإغلاق الجهاز وإرجاع الروم الرسمي من خلال ملفات RUU. ملفات RUU هي ملف EXE كبير بوزن 700 ميج تقريبا، يتم تركيب روم رسمي لجهازك من خلال اللابتوب، أي يجب توصيل للهاتف باللابتوب أو الكمبيوتر وتواجد ملف RUU EXE بصيغة EXE، وتواجد HTC Sync وهو برنامج لعمل مزامنة بين HTC وبين الكمبيوتر، والتحديث من خلال الكمبيوتر بالضغط على next أو التالي حسب اللغة العربية أو الإنجليزية، وتحديث الجهاز من خلال RUU. ملفات RUU يمكن أن تعمل على أي جهاز HTC بشرط أن غير معرب طبعا، يعني بفرض أنني أتيت بجهاز من الصين مثلا وهذا الجهاز غير معرب، ستجد إمكانية تعريب هذا الجهاز من خلال عمل S-Off للجهاز، أي فك الريكفري ثم
وضع روت، ثم الطريقة لعمل اس اوف، ثم تركيب ملف ريو. ريو سيعمل حذف للروت وحذف للروم السابق، وسيركب وحذف لي اس اوف ستكون اس اون وهي وضع الحماية للجهاز، وتعمل مع أجهزة HTC SenseStation HD1 وجربت على 1X. باقي الأجهزة لم أجرب هذه الطريقة وهي تركيب ملف ريو عربي على نسخة أجنبية من خلال عمل اس اوف. ثلاث أجهزة فقط عملت معي، الباقي الأجهزة لم أجرب عليها. الآن 70% من التحديث. ثلاثة وسبعون. قد أتاني هذا التحديث قبل ساعات، أي أنه الآن الساعة 4:45 مساء بتوقيت الكويت، قد أتاني قبل تقريبا 3 ساعات أو أكثر. التحديث عادة يكون لجميع الأجهزة على جميع السيرفرات، يختلف كما ذكرت باختلاف الشبكة. أي عن لدي جهاز آخر على شبكة الوطنية لم يأتيني تحديث إلى الآن، فوضعت سيم كارد خاص بزين وأعطاني التحديث. لا أعلم إذا كان الخلل من جهازي أم لا، لكن معلومة أنقلها لكم. عند انتهاء التحديث سيعمل الجهاز ريستارت، وسيأخذ وقت لتحميل هذا التحديث. ستعرف وقت التحديث أو وزن التحديث إذا كان ثقيل أو لا هو وقت التأخير، أي إذا كان وزن التحديث 80 ميج سيتأخر الجهاز أكثر، وهكذا. إذا كان وزن الآن وزن 35 ميج سيعطي فترة انتظار أقل عند تركيب هذا الروم. ووضع طبيعي إذا كان الجهاز سيعمل معك ريستارت مرتان، هو عادة يعمل ريستارت مرة واحدة، ولكن في حال عمل ريستارت مرتان أيضا هذا أمر طبيعي للجهاز. باقي أجهزة HTC ليس بالضرورة أن تحصل على تحديث، فعند حصول HTC One X على تحديث ليس بالضرورة أن يحصل مثلا One V أو One S على تحديث أيضا، فالتحديثات حسب أنواع الأجهزة. هذا الجهاز لاقى اهتماما كبيرا لدى HTC نفسها، فستجد مطورين تحولوا ما بين سامسونج جالكسي S2 إلى 1X، وأعتقد رجوعهم لـ S3 قريبا، لأن سامسونج تدفع أكثر على هذه الأمور، بل أن سامسونج هي الشركة الوحيدة التي تجذب المطورين بعد HTC. أول شركة طبعا HTC، لا أعلم حب المطورين لـ HTC لماذا، لكن HTC سابقا كانت من الشركات التي توفر جميع الحزم وجميع البرامج وجميع التطويرات لأصحاب أو المطورين نفسهم. حاليا أغلب الأجهزة مغلقة الريكفري، وعليك فك الريكفري لبعض الأجهزة وليس لكل الأجهزة، وطريقة عمل اس اوف. اكتمل التحميل الآن. لاحظ تواجد كلمة الآن هي هل ترغب في تثبيت تحديث البرنامج وتحديث تحسين للنظام. حجم التحسين هو 35.3. لن تمكن من استخدام الهاتف أو إجراء مكالمة الطوارئ أثناء عملية الترقية، رجاء عدم إيقاف التشغيل. أنصح الآن بأن يكون شحن الجهاز فوق 50%، يعني شحن الجهاز لدي قليل ولكن سأعمل التحديث، لكن لن أتحمل أي مسؤولية في حال أن شحن الجهاز أقل من 50%. أضغط الآن موافقة تثبيت الآن. الآن يتم إغلاق الهاتف. تحميل التحديث أو تركيب التحديث. كان بإمكاني تقطيع الفيديو لتوفير الوقت عليك، ولكن بما أنك ستركب هذا التحديث فالانتظار من صالحك، يعني انتظار أو تصوير الفيديو بشكل أطول يبين لك فترة تركيب الروم بالتفصيل، سواء علق الجهاز أو كان التركيب بطيء أو كان انترنت بطيء. في كل الحالات هي نفس الطريقة، لكن لن أقطع الفيديو لحصولك على طريقة التحديث بالكامل.
سرعة تحميل تختلف من جهاز لآخر، ليس بالضرورة أن تكون سرعة تحميل جهازك مثل جهازي، فممكن أن تكون أسرع أو أقل على حسب ضغطك على الذاكرة الداخلية، وعلى حسب آخر برامج استخدمت، أو على حسب يعني ضغط البرامج من الداخل. فأنا تقريبا نصف الجهاز معمول له ديسيبل، أو نصف البرامج معمول لها ديسيبل. خذ بعين الاعتبار بأن الجهاز الآن يحدث النظام نفسه، فليس هناك علاقة يعني كبيرة ما بين تواجد برامج أساسية وبرامج بالجهاز أو لا، لكن كل الأمور تضعها بالحسبان. هل لديك سابقا يعني أمور كثيرة على السيتنج؟ أنا قد عبثت بالسيستم عمل ديسيبل لكثير من الأمور، أعتقد بأنه سيعمل باك أب لكامل هذه الأمور، ولن تفقد أي شيء من جهازك، لأن هذا مجرد تحديث على النظام. لن تفقد أسمائك، صورك، الأمور الأخرى، لن تفقد برامجك، لن تفقد حتى البرامج التي معمول لها ديسيبل، فهو عبارة عن تحديث لحزمة البيانات لا أكثر. سأذكر الإصلاحات التي وردت، أو الإصلاحات التي أتى بها هذا التحديث في نفس المشاركة بإذن الله. الآن الجهاز سيعمل تشغيل. تركيب من جديد. في حال أن كان التحديث 4.0.4 سيكون الجهاز معرب بإذن الله، أي أن تحديثات 4.0.3 لا يوجد فيها واجهة عربية من جوجل، إنما من نفس الشركة. أي الآن يوجد تحديث 4.0.3 لـ HTC One X، هذا أو التعريب المتواجد حاليا هو تعريب من HTC، هو اجتهاد من HTC، ولكن تعريب 4.0.4 هو تعريب من جوجل نفسها. أي أنه بغض النظر عن تعريب HTC من عدمه، جوجل عربت تعريبا كاملا لأجهزة 4.0.4. الآن جاري تحديث أندرويد، جاري تحسين التطبيق، تركيب تطبيقات الأول، تعرف على التطبيقات الموجودة سابقا 20 تطبيق، ثم إعادة التشغيل. هذا الوقت هو وقت طبيعي وليس تأخير في الجهاز، وعند عمل ريستارت المستقبل لن تجد هذا التأخير. الآن تهانينا، تم تحديث الهاتف بنجاح إلى الإصدار 1.29.415.11، وهو آخر تحديث للجهاز نسخة 4.0.3 النسخة العربية الرسمية لجهاز HTC One X. للمزيد عن التفاصيل، أو المزيد للتفاصيل لهذا الجهاز، تابع موقع xq55.net.